السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناتكم بايك ستوري حكاية دباب. حكايتنا إن شاء الله اليوم بتكون تغطية لدراجة نارية جديدة كليا، أول إنتاج لها وأول تصنيع لها من شركة هارلي. أخيرا شركة هارلي قررت تسوي دراجة نارية أدفنشر، دراجة نارية من شركة هارلي خاصة بالطرقات الوعرة وخاصة بالأفرود وخاصة بالطرقات الثلجية والرملية والطينية. ما كان أحد يتوقع أنه في يوم من الأيام شركة هارلي بتنزل دراجة نارية أدفنشر، لكن فعلا جاء الوقت اللي نزلوا دراجة نارية، وفعلا مواصفاتها وإمكانياتها تنافس الدراجات النارية العريقة الأوروبية واليابانية. هذه الدراجة النارية أطلقوا عليها اسم بان أمريكا، وسووا منها فئتين، الفئة الأولى اسمها بان أمريكا والفئة الثانية اسمها بان أمريكا سبيشل. يفرقوا عن بعض في شوية مواصفات وشوية أشياء. الآن إن شاء الله بنشرح عن الدراجة النارية بالتفصيل كما عودناكم، ونقول بسم الله. بالنسبة للمقطع هذا اللي فيه الشخص اللي جالس يغسل الدراجة النارية، هذا مدير قسم التصميم في شركة هارلي في الحقيقة طبعا، وليس ممثل. الآن إن شاء الله بياخد جولة مع الرئيس العام والمدير العام لشركة هارلي. هما الاثنين بينطلقوا بالدراجة وبيجربوها لمدة 3 أيام ليتخذوا القرار هل الدراجة النارية أصبحت جاهزة. هذا مدير عام شركة هارلي. فالاثنين يتقابلوا وبياخذوا الجولة حقتهم لمدة 3 أيام، بعدها بيقرروا هل الدراجة النارية جاهزة إنها تكون تحت التصنيع، ويبدأوا تصنيعها وتبدأ تنتشر وتتوزع في كافة مناطق العالم أو لا. وإن شاء الله الآن بنعطيكم مواصفات الدراجة النارية بالتفصيل. طبعا الدراجة النارية هذه اسمها بان أمريكا زي ما ذكرت، فئة الأدفنشر، جاي عليها محرك 2 سلندر على شكل حرف V، وجاية تبريد مائي. بالنسبة للمحرك، طبعا سعة المحرك بالسي سي 1250 سي سي، والقدرة الحصانية لهذا المحرك 150 حصان. جاية بنظام جير عادي 6 سرعات، والوزن الكلي للدباب طبعا يزيد أو ينقص حسب السوائل الموجودة في الدباب، سواء كمية الزيت أو كمية الوقود، يعني تفرق في وزن الدراجة النارية. وزن الدباب تقريبا 250 كيلو. وبالنسبة للإطارات، إطارات هذه الدراجة النارية الجميلة جاي عليها الإطار الأمامي بحجم 19 بوصة، وجاي الإطار الخلفي أو الجنط الخلفي بحجم 17 بوصة. بالنسبة لنوع الكفرات اللي جاي على هذه الدراجة النارية هي تيوبلس. لاحظ كيف لما الدراجة توقف من الناحية الخلفية تنزل، وهذه الميزة بتوفر على ناس كثير المعاناة في انه في الوقوف تكون رجولهم بعيدة عن الارض. من الاشياء الجميلة ايضا اللي اضافوها على هذه الدراجة النارية انه المكابح او نظام الفرملة من شركة بريمبو. وبالنسبة للمساعدات الامامية لهذه الدراجة النارية الجميلة، تقدر تتحكم في القساوة والليونة في المساعدات الامامية. ارتفاع المقعد عن الارض، وهذا الشيء مهم جدا، 85 سنتي، ويعتبر هذا الارتفاع ممتاز بالنسبة لدباب ادفنشر. وجايبين للمحرك لهذه الدراجة النارية 4 انماط للقيادة، وزي ما انتم شايفين انواع الشنط المونيوم او شنط جلدية على حسب رغبة المشتري والقائد لهذه الدراجة النارية الجميلة. زي ما ذكرت بالنسبة لأنماط القيادة، حاطين لهذه الدراجة النارية 4 أنماط قيادة، النمط الطريق اللي هو الطريق العادي المسفلت، والنمط الرياضي إذا تبغى سرعات عالية وقيادة في سرعات وانطلاقات عالية، ونمط القيادة أثناء المطر، والنمط اللي هو الأوفرود أو القيادة في الطرقات الوعرة. طبعا بالنسبة لنظام الـ ABS فهو متوفر في هذه الدراجة النارية للإطار الأمامي والإطار الخلفي، وفيها نظام أيضا جميل إذا كنت واقف على منحدر تقدر تثبت الدراجة النارية، لأنه فيها نظام اسمه التوقف على المنحدرات، وجاية طبعا مع مثبت سرعة. بالنسبة لسعة التنكي لهذه الدراجة النارية، جاي بسعة 21 لتر،
ويعتبر هذا حجم جميل جدا بالنسبة لدراجة أدفنشر. بالنسبة للقزازة الأمامية أو المصد الأمامي للهواء، تقدر ترفعها وتنزلها على 4 مستويات. بالنسبة للعادم أو نظام العادم، نظام الشكمان لهذه الدراجة النارية، فهو مصنوع من مادة الستانلس ستيل. وبالنسبة للمصابيح الأمامية فهي من نظام LED. الآن بنترككم كده مع تصوير لقيادة الدراجة النارية هذه في الأوفرود، وبنرجع إن شاء الله نكمل معاكم باقي المواصفات. دراجة نارية فعلا بقمة الروعة والجمال. أنا في غاية الشوق صراحة إنها توصل وأروح أجربها، وخاصة موضوع إنها تهبط من الخلف لما توقف على إشارة أو توقف لأي سبب، فالجزء الخلفي من الدباب ينزل. يعني صراحة في غاية الشوق إني أجرب هذا الشيء الجديد، اللي فعلا يعني كنت أتوقع إنه المصنع الألماني أو المصنع الياباني يكون هم اللي يعني ابتدأوا هذه الحركة الجميلة، أو هم اللي اخترعوها أولا. تفاجأت فعلا أنه هارلي هم السباقين لهذه الحركة الجميلة، وفعلا في غاية الشوق أني أروح أشوفها. الآن هذا مدير عام التصميم في شركة هارلي جالس بيتكلم، بيقول أنا قد في حياتي دراجات هارلي كثير وكانت ممتعة جدا، لكن ما كانت حتقدر توصلني للمكان اللي أنا موجود فيه الآن، لأنه كان واقف على قمة الجبل. بالنسبة لباقي المواصفات، زي ما ذكرت أنه المصابيح الأمامية نظام LED، وجاي فيها شاشة TFT يعني ملونة، وجاي نظام لمس ونظام تاتش، وهذا برضو شيء جميل. جاي على الشاشة يعطيك نظام مراقبة ضغط الهواء في الكفرات. وبالنسبة لناقل الحركة في هذه الدراجة النارية الجميلة، فهو نظام جنزير. ما كنت متوقع انهم يجيبوها نظام جنزير، كنت متوقع انهم يسووها نظام ديفرانس،
لكن جاءت بنظام جنزير. بالنسبة لهذه الدراجة النارية الجميلة، سعرها بالدولار بين 17,000 دولار و20,000 دولار حسب المواصفات وحسب الفئة، وهذا السعر يعادل بالريال السعودي بين 65,000 ريال إلى 75,000 ريال. الآن مدير عام شركة هارلي ومدير عام التصميم جالسين بيتكلموا، بيقولوا يعني هل تشوف انه الان اصبح الوقت المناسب بعد ما جربنا الدراجة لمدة 3 ايام متواصلة، هل تتوقع الان الوقت المناسب انه خلاص ننزلها في السوق؟ هل شفت فيها جميع الامكانيات اللي تعبنا عليها واشتغلنا عليها؟ هل الان هو الوقت المناسب انها تنزل للسوق وننزلها في جميع دول العالم؟ فقالوا اتوقع نعم هذا الوقت المناسب، واحتفلوا بهذه المناسبة. أنا أتوقع أنها بتوصل على نهاية السنة الميلادية. بالنسبة لهذه الدراجة، هذه دراجة نارية إلى الآن مو معروف عنها معلومات كثير. هي بتكون كروز، دراجة نارية جديدة كليا من هارلي، ولكن عليها ماكينة البان أمريكا ال 1250 سي سي 150 حصان. ونشوفكم في حلقات قادمة وفي رعاية الله.